ألف ألف مبروك للشباب هارد لك للرائد أبو نايف. الشباب كذا ماشي وما حد منتبه له، ترى ترى ماشي كذا بسكات. ما هو بالشباب الموسم الماضي 5 مباريات كسبان 4، ونجم الشباب المدرب بريرا. أنا بالنسبة لي المدرب هذا يعني صنع هوية نادي الشباب من الموسم الماضي، من بعد ما جاء، بعد ما غير، حتى غير الرسم التكتيكي عندهم اللي بثلاثة مدافعين، وجالس يشتغل بثلاثة مدافعين، حتى لو عنده النقص جالس يطور اللاعبين في المراكز الجديدة اللي عندهم. وإحنا شفناها اليوم لما نزل محمد الثاني واستفاد من الجهد البدني الكبير اللي عند محمد الثاني. يعني إذا اشتغل عليها بريرا راح يطلع لنا لاعب مميز في الطريقة هذه الثلاثة خمسة. طبعا بتكلم عن المدربين اللي يساعدون الفرق وطريقة إدارة المباراة وكيف يدير المباراة بطريقة، أنا أعجبني كذا بطريقة الشطرنج. يعني أنت يعني إحنا نلاحظ أن الطرد جاء في الدقيقة 53، بعد الطرد على طول أخرج الصبياني وأشرك الصعدي. الصبياني ظهير، نزل الصعدي اللي هو طرف في الأصل، لذلك معناه يبغى زخم هجومي. الدقيقة 65 التغيير طبعا في 56، دقيقة 65 جوانكا جاب هدف، 72 أخرج كويلار ونزل سنتر ستوبر اللي هو نادر الشراري، خلاص جبت هدف أنا أرجع وأساعد الفريق من ناحية دفاعية. خلاص ترى يسويها يعني مش يعني هي القضية، قضية في الكورة مش قضية إني كمدربين يعني واقعية يشتغلون فيها، مش القضية إني متعك أنت خارج اللي برا ملعب وتبغى هجمات كثيرة، لأنك في النهاية راح تطالب بإقالتي لو انهزمت، حتى لو إنك ممتع جدا جدا جدا. وانت شفتها مع 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 كاسترو وجالس تشوفها مع مع بلان الان حاليا، انه زخم هجومي كبير، ولكن مجرد الكره ما تنفقد من عندك ما تلاقي لاعبين موجودين. لذلك انا اتوقع اقول لك نجم المباراه او نجم الشباب في الموسم هذا اللي هو بريرا، لاعبين مؤمنين فيه بافكاره وجالس يطبقها داخل الملعب، بالرغم من الادوات اللي عنده اللي مش ثقيله. يعني هو جالس يلعب مثلا كولار سنتر وهو اصلا محور، جالس لاعب محمد الثاني طرف وهو اساسا يعني مع الظهير مكان الصبيان وهو اساسا جناح، او خلينا نقول طرف اوسط وسط طرف. الصعدي قاعد يطلع له خانه مثلا، يخترع لها او يجيب له خانه جديده ويطوره في المكان هذا. فنادي الشباب فعلا يستحق الفوز، والمدرب يستحق انه يصل للنقاط هذه بالعمل اللي قاعد يقدمه.